السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جدعان يا جدعان بصوا ده بلوج خفيف لطيف كده يعني ده بلوج خفيف لطيف في اسكندرية ومع ابراهيم. النهارده هنقضي اليوم النهارده يا جدعان بلوجنا النهارده من اسكندرية انا وابراهيم وهنقضي اليوم خفيف لطيف خالص ولا في تحديات بتاع في فطار في اكل في كافيهات في خروجات في اماكن في الحاجات دي كلها في خراب النهارده. هما يا جدعان دلوقتي احنا لسه نازلين لسه بنتجول لسه بنشوف احنا هنعمل ايه ولا نروح فين ولا هنعمل ايه. غالبا اول حاجه هنروح نعملها هنروح نفطر عشان خاطر تعرفين ان الاكل دينامو البني ادم يعني انت لو من غير بنزين مفيش دينامو ف يعني قول السؤال تاني فكك من الموضوع بين دينامو البني ادم ده خالص يعني نروح نفطر عشان نقدر نكمل ونمشي وبعد كده نشوف احنا هنعمل ايه. فخليكم معانا لحظه بلحظه على برنامج الحياه على بس ثانيه واحده بقى نروح نفطر واجي لكم. يا جدعان وصلنا دلوقتي ده مطعم جامد مش عارف انتوا شايفينه كده كده ده مطعم جامد. هنخش نجيب فطارنا ونظبط حالنا كده وبعد نجيب فطار نطلع نتمشى لطريقنا الى البحر. نجيب فطارنا الاول بس ونعرفكم احنا عملنا ايه وكده زي ما انا قلت كده. ثانيه واحده تعالى لسه واخدين اكل دلوقتي ده انتوا شايفين ده فطارنا النهارده. نطلع ناكل على البحر زي المسولين عادي خالص ده الطبيعي بتاع ناكل بقى حته يعني الاكل ما فيهوش عيب والحرام. المكان اللي انا ما بنزلش غير فيه يعني انا كل مره بنزل اسكندريه لازم انزل على محطه الرمل او ممكن اخرج اروح حته ثانيه بس المكان الاساسي بتاعي هو محطه مش عارف ليه بصراحه يعني بس انا زي ما تقول اتعودت خلاص يعني. بعد دلوقتي محطه الرمل جبنا الفطار من عند مطعم جاد اللي هو ابو جاد صاحبنا دمي تقيل قوي حشر محطه اظهر. نطلع دلوقتي على البحر بقى عشان نفطر وبعد ما نطلع البحر هنشوف هنقرر احنا هنروح نشرب قهوتنا فين وطبعا يعني ايه هنفرجكم الاماكن اللي احنا بنروحها في اسكندريه والاماكن الحلوه اللي انتوا لو نزلتوا اسكندريه تروحوها او لو انتوا من اسكندريه تروحوها ده لو انتوا ما رحتوهاش فاهمين؟ يعني حتى لو انت من اسكندريه ورحتها برضه اعمل نفسك متفاجئ ماشي؟ خلاص استنى. يا جدعان ان اسكندريه الايام دي احلى ايام انت ممكن تجيها ليه بقى؟ ولا هي حر ولا برد قوي يعني فاهمين؟ الجو اللي هو معتدل صيفا شتاء خريفا يعني انتوا فاهميني صح؟ في نفس الوقت ما فيهاش بقى ناس كتير وزحمه قوي يعني غير مثلا المعتاد بتاعها اللي هو الناس بتوع اسكندريه انما ما تلاقيش مثلا ناس من بره كتير ولا كده فاهمين؟ لا اللي هو الموضوع لطيف يعني تعرفوا تتمشوا وتعرفوا تخرجوا مش الزحمه اللي هي تخنق قوي يعني. بس احنا يا جدعان قربنا على البحر فهنطلع البحر ونفرش كده ونقعد يعني عشان ناكل وهنجيلكم المفروض اللي احنا لسه واصلين دلوقتي حالا بالا فعلا زي ما انتم شايفين في البحر. والله يا جدعان والله العظيم بجد الجو حلو بس نطلع فوق كده انا ننزل بس التليفون ما يقعش ماشي اوعى الله هنا الفيو كده احلى عشان خاطر الشمس يعني الشمس تبقى في وشنا. يا جدعان الجو حلو الجو حلو والله يعني اسكندريه حلو عشان الناس اللي بتقعد تقول احنا زهقنا من اسكندريه انت عارف اسكندريه حلو بس انت يعني سلك نيتك فاهمين سلك نيتك هتلاقي الجو حلو والله يعني الجو حلو والبحر قدامك والمنظر جميل. في اول يوم هنجيب فطار وفطار مش مكلف يعني سندوتش الجبنه المقليه بكام 14 جنيه 15 جنيه 14 جنيه يعني 14 جنيه حاجه صغيره. ابراهيم جايب شاورما ب 40 جنيه لو انت قدمت تتفرج على الفيديو ابراهيم جاب شاورما 40 جنيه احنا بنقول كده عشان خاطر يعني نبان ان احنا قدام الناس معانا فلوس كتير بس هو السندوتش مش 40 جنيه ولا حاجه. والله يا جدعان كان نفسي افضل اصور وانا باكل واعرفكم الاكل بس يعني ده اقصى حاجه ممكن اعملها. ده سندوتش الجبنه ما بعرفش اتكلم وانا باكل انا بس احنا بناكل عادي عادي والله العظيم جامد. عارفين نفسي بايه دلوقتي والله؟ نفسي احط كاتشب على السندوتش مش اموت احط كاتشب على السندوتش بس ممكن نستعين بابراهيم فاهم؟ ابراهيم ماشي ابراهيم ماشي الله يا ابني الله انتوا شايفين عشان انا مش شايف من الشمس بترسم عليك كده الصوره دلوقتي مش شايفها حلوه قوي عشان خاطر الشمس جايه كده فاهمين؟ فاحنا قاعدين كده فمش عارف اصور غير كده. انا اخيرا انا خلصت اكل فاضل ابراهيم لسه ما خلصش
2000 years later. لا انا شوفوا ننفع عشان خاطر الشمس والاضاءه. لا يا عم نكمل بس الخط كده يا جدعان. خلصنا اول جوله في يومنا النهارده. عايزين نطلع بطريق. لا عايزين في المرايه معاك مرايات. خلصنا اول جوله النهارده يا جدعان، واللي هي فطرنا. احنا طلعنا وفطرنا، فطرنا عادي. المفروض دلوقتي احنا نروح نشرب قهوه في ستاربكس. تمام، مرة بقى ستاربكس اوريكم الفيو من ستاربكس اللي هو عند محطة الرمل ده، جامد والله. بس انا كفايه ماشي بدور كده عشان احنا هنخبط في ناس كتير دلوقتي. انا هنخبط في ناس كتير وهيتعمل لنا مشاكل ونتضرب، واحنا مش هنعمل عركه النهارده بصراحه. يعني احنا دلوقتي على طريقنا ستاربكس، اول ما نوصل هنجي لكم تاني. جدع 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 حبيبي. يا جدعان دلوقتي احنا وصلنا ستاربكس ولسه طالبين حاجه غريبه قوي. بص يعني فين الفطار؟ دبل شوت بالكراميل المملح. يعني هو دبل شوت بالكراميل المملح، مش عارفين الملح بقى هيبقى طعمه عامل ازاي يعني. طب دوكا بقى دوكا. لا حلوه، ملح في ملح. سلام والله جامد، والله العظيم جامد. عايز دبل شوت يا جدعان بكراميل الملح. وفي ملح قوي بس يعني مش طعم الملح اللي هو، لا مش ملح ده. حلو، هو الكراميل ذات نفسه اللي ممكن مالناش دعوه، هو طعمه حلو. بس انا جعان اوريكم الفيو من عندي. بس المشكله في حاجه، المكان هنا زحمه قوي. يعني انا جنبي ناس يمين وجنبي ناس شمال، فبتكلم بالعافيه فصوتهم اصلا هيكون ملغوش على صوتي اكيد. وغير كده الناس كلها قاعده تبص، فاهم اللي هو في حد قاعد يصور، فالموضوع غريب شويه. فهي منظر حلو، فيو قاعد تشرب قهوه الصبح قدام البحر، الجو مش حر خالص يعني، الجو هنا بدل، فالجو فيه نسمه هواء حلوه. عارفين انت بالله عليك بتعمل ايه؟ والله بتعمل. بعدين انت شربت البتاع بتاع الاله. بص ده مكتوب عليه ده ابراهيم، ده مكتوب عليه عماد. عادي يا عماد، ما انا قلت واحد يا عماد. مش عشان ده عادي يعني. انت لو بتشد حجر من الاول جرجرتك، من خبتك خضرتك صاحبي. احلى مسا عليك. دوخ بقى، دوخ، طلع اللبن من مناخيرك. طب يا جدعان عاوزكم في كلمتين مهمين والله، عشان ننزل نضاره عشان خاطر نبان ان احنا مهمين قوي. من اللي فاتت دول ناس كتير دخلوا كلموني على انستا ان انا مسافر لوحدي والجو ده. السنه الفتره اللي فاتت، يعني الفتره اللي فاتت وعينا بقى دول كانوا صعبين عليا قوي يعني. هم عدوا عليا، انا طبعا زي ما انتم عارفين اغلب الوقت قاعد بعمل مونتاج في الاوضه او بصور، يعني بصور الفيديو واعمل مونتاج، بصور الفيديو واعمل مونتاج. لو بلوج فبخرج معاهم، لو فيديو مش صغير فبصوره وانا قاعد نزل. لو فيديو مش صغير بصوره في البيت وبطلع اكمل مونتاج، وبعد كده بيبقى مطلوب مني ان انا احضر الفيديو اللي بعده على طول عشان خاطر ننجز. الفيديو بتاع الملاكمه اللي هو القبل الاخير، الفيديو بتاع الملاكمه اللي هو القبل الاخير المفروض يعني ان احنا تعبنا فيه جامد كلنا، تصوير وتحضير ومونتاج وكل حاجه. في الاخر خلاص جاب فيديوهات قليله، يعني ما عداش تقريبا ال 250 في الفيديو، 200 خلاص بقى نفسيتي بقى اتدمرت بقى، فاهمني اللي هو ايه. انا بتعب بقالي 3 ايام ضرب وبتاع وبوكس وطب واتدغدغنا كلنا. المهم يا جدعان، فبعد ده كله لما الواحد يعني بيفضل يتعب وما يلاقيش النتيجه اللي هو متوقعها، او على الاقل خالص يعني مش اقل من اللي هو متوقعه، الواحد نفسيته بيزعل، هو لازم بيزعل. فانا طبيعي انسان بني ادم، فزعلت يعني. فقررت ان انا اجي اغير جو بقى اليومين وخلاص، ضربت دماغي ان انا اجي اغير جو اليومين، وخدت بعضي وفعلا جيت. النهارده تقريبا اخر يوم، فقررت ان انا اصور برده يوم اللي هو وانا بغير جو برده اكون بصور عشان خاطر ما ازعلكمش. فاهمين؟ انا كلامي انا ما بيني وما بين نفسي قلت طالما انا بتعب وبشتغل وبصور وبعد كده بنتج واشتغل تاني واصور كده، لازم اريح نفسي. فاهمين؟ بعمل مجهود في حاجه وعارف ان انا بعمل مجهود فيها وبتعب فيها، بس في نفس الوقت انا ليا حق على نفسي والله بجد، اللي انا ليا حق ان انا ارتاح وافصل واغير. يعني انا داخل بقالي فتره طويله قوي، كل اللي ممكن ارتاح هو يوم واحد مثلا ما بين فيديو وفيديو
وده كل فين وفين، مش على طول يعني، كل فين وفين. هما قايل ايه؟ لا النهارده انا مش هصور، والنهارده انا مش هقعد اعمل مونتاج، وانزل اشرب قهوه. والله بجد يا جماعه، ودي بتبقى الراحه بتاعتي خلاص. عارفين انت اللي هو ايه؟ لو فضلت على طول ماشي ضغط ضغط ضغط، مش هرتاح وقت، الاقي نفسي مش عارف اصور، ومش عارف اعمل مونتاج، ومش مركز، وزهقت وتعبت. لا فقررت بقى ان انا لازم اريح نفسي شويه واجي افصل وكده، عشان خاطر انا ليا حق على نفسي، لازم ارتاح وافصل وكده. بس دلوقتي خلاص قربنا نخلص الهوا بتاعتنا. قدرت اكبر من قدر المنظر هنا جامد، بس انا عايز اوريكم، انا اوريكم المنظر هنا عامل ازاي. المفروض ده الفيو قدامنا بقى، المفروض ده الفيو قدامنا اللي هو البحر على طول، بس عشان الشمس مش جايه، وعشان ابين نفسي الشمس اللي انا كده، الناس كلها تيجي معايا فبلاش يعني. واحنا كده يعني، معنى كلامي ده كله والله ليكم، نصيحتي ليك انت لو بتدرس او بتشتغل في حاجه او بتعمل موجود في اي حاجه عامه يعني، لازم يجي لك وقت كده تريح نفسك، عشان خاطر نفسك دي ليها حق عليك يعني. انت اتعب وذاكر واشتغل وانجح وفكر واجتهد واعمل، ولكن لازم برضو تريح نفسك يعني. لازم يجي وقت كده نفسك اللي انت بتتعبها معاك دي وكده، لازم ترتاح، ما تبقاش ظالم يعني. يلا يا عم نتقابل كلنا، يلا يا عم في اسكندريه، يلا يا عم كله رايح نفسه. يا جدعان احنا حاليا لسه طالعين من ستاربكس، مش عارف بقى نعمل ايه دلوقتي، بس غالبا هنروح نخش السينما، وبعد ما نطلع من السينما هنقرر تاني احنا نعمل ايه. تعالى برنا، اهم حاجه نخلي بالنا واحنا معديين العربيات، عشان امي دايما بتقول لي النظارات اللي ما تجريش زي الهبل قدام العربيه. مش عارف ليه بجري، مش عارف ياخد عني فكره ليه اللي انا بجري قدام العربيه، بس هي بتقول لي كده. عالي شويه احب انا فيك، مش حضن انت جاي تحب فيا انا يا اسطى. يعني هي مقصره معاك جاي تحب فيا انا حزني كانه. مصايتك في الاغاني بتاعتك في الشارع اهو. ايوه الجو بدا حر يا جدعان، الجو بدا حر جامد، فاحنا المفروض ان احنا نستخبى شويه. فهنستخبى، هنعمل ايه؟ نخش السينما، سينما ساعتين، وبعد السينما هنقرر بقيه يومنا هيبقى ماشي ازاي. بس هو حاليا نخش بقى نستخبى شويه من الشمس، عشان خاطر الجو بدا يحر فعلا. احنا قلنا ايه؟ هنروح السينما وبعدين نقعد بقى نشرب اي حاجه. جد؟ ايوه نروح السينما. لا نروح نغير الاول، احنا هنروح السينما دلوقتي يا ابني. احنا قلنا هنروح السينما، اه بعدها نطلع نروح الفندق نغير وننزل تاني، وننزل تاني. احنا دلوقتي احنا طرينا السينما، هنخش السينما عبال ما نروح، عشان الشارع طويله، عبال ما نروح اجي لكم تاني. اعمل انت كده المره لا بايظه، دي بايظه، اعمل واحده. احنا دلوقتي في سينما امير، المفروض ان احنا نخش الفيلم بتاع انسون بتاع ده، هنخش ده دلوقتي. نخش بقى ايه؟ المفروض ان الدنيا ساكته شويه، فمش عارف نصور جوه قد كده يعني. هنصور لكم لقطات من الفيلم، يا رب ما نخش عليها كوبرايت والفيديو بتاعنا ينمسح. لا 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 الحمام يعني، مش للدرجه دي. A few moments later. ولا ليه نصور لكم احنا عندنا؟ احنا ممكن نصور لكم احنا في الحمام عادي. تصدق في هنا نور احلى من نور. صورت يا ابني، ما ينفعش احنا نصور فلوك. لا لا فوق القاعة رقم 3. بسم الله يا رب يا ساتر. كاريزما بقى، كاريزما. الباب يلا وهم قبل كده كانوا قالوا لنا بقى ان هنا سامحني، مش سامحني، اعمل زيي، 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 اعمل زي
فرصة ان انا احيي اسرتي وعائلتي، عائلة النمس وعائلة الجاني وعائلة الظالم وعائلة ولاد الحرام وكل العائلات الموبوءة اللي مشرفانا. صراحة الاسماء قذرة جدا واكبر العفو. باشا المهم اللي احنا رايحينها دي مهمة يا جدعان، لسه طالعين من السينما وغالبا بقى يعني غالبا هيبقى في جزء تاني عشان خاطر يعني مش عايزين نطول عليكم الفلوج اكتر من كده. فاحنا طلعنا من السينما دلوقتي المفروض نروح نروح يعني الفندق نغير نظبط حالنا ونكمل لكم الفلوج الجزء التاني، يعني لسه الاحداث اللي احنا كنا قلناها من شويه هتحصل. فاستنوا الفلوج التاني بقى، يعني استنوا الفلوج التاني. استنوا الفلوج التاني مع ماشي، يعني ما احتاج ينزل بكره ولا بعد بكره يعني من ميعاد الفيديو ماشي ان شاء الله. انا صراحه مش عامل سبسكرايب دلوقتي للقناه احسن، فكر ان هي سايبها اقول خلاص كده مش عامل سبسكرايب دلوقتي ولا سيب لايك للفيديو بس عشان خاطر يعني احنا في جزء تاني فلازم نشوقكم كده في سبسكرايب لسه ما تنسوا ما تفتكروش اللي انا قلت عشان قلت خلاص دلوقتي فخلاص، لا لسه في جزء تاني يعني يعني احنا مروحين نغير ونازلين تاني فاهمين. اعمل لايك وسبسكرايب عشان نشوف الجزء التاني ماشي، اعمل الجرس اللي هو الترر عشان خاطر لما انزل فيديو ينزل لك من فوق كده الماريو نزل فيديو فتخش تشوف. يلا سلام.